فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية السماء
لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا قالوا
خمسة سادسهم
وما أظن
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل
وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما أو أمضي حقوبا
واتخذ سبيله في البحر عجبا قل
لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا Mm-hmm.
أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ اتخذوا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا هؤلاء قومنا اتخذوا
إِنَّ
لهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزادوا
ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ويلبسون ثيابا خضرا
الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من ولولا
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني بربي أحدا. ولم تكن له فئة
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا سبيلا